تراجعت وتيره الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوه جنوب لبنان بنسبه كبيره وذلك بعد ليله من الاشتباكات سقط فيها عدد من القتلى فيما قام تفقد فيما تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون محيط المخيم وبعض المواقع والمراكز العسكريه. وللمزيد من التفاصيل معنا من صيدا جنوب لبنان مراسل الميدين عباس الصباغ. عباس اهلا بك لو تضعنا في صوره ما يجري الان في المخيم فيما يتعلق بوتيره الاشتباكات هل خفت؟ هل زادت؟ ام ما الذي يجري الان هناك؟ نعم تحيه لك ولمشاهدي الميدين الأكارم طبعاً الحال يعني الاشتباكات توقفت منذ نحو ثلاث ساعات يعني لم يخرقها سوى صوت سمع قبل قليل في المخيم هذه الاشتباكات التي تراجعت حدتها بعد ليله حاميه من المواجهات أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى وجرح خمسة عشر آخرين الهدوء الذي يسود المخيم في هذه الأثناء لم يعلن ما إذا كان هو تثبيت لوقف إطلاق النار أم أن الاتصالات التي يعني أجراها القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج موسى أبو مرزوق مع الأطراف كافة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار لم يعلن شيء بعد من هيئة العمل الفلسطيني المش... عن التوصل الى تثبيت هذا الاتفاق لكن على الارض وما نشاهده الان هو هدوء تام في المخيم ولم تعد تسمع اصوات باستثناء يعني بين حين واخر بعض الطلقات الناريه لان يعني الهدوء على ما يبدو يعني يستمر لهذه لساعات ربما هو يشي بان اتفاقا ما قد ثبت من اجل وقف اطلاق النار لكن هناك مطالب لحركه فتح بتسليم المطلوبين في اغتيال المتورطين باغتيال اللواء عباس ابو اشرف هل... العرموشي